برحب بحضراتكم والعديد من الأخبار، وهنبدأ طبعا زي ما بنبدأ كل مرة مع نشاط السيد الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث وجه الرئيس بالاستمرار في كافة الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية، وبالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، ومع مراعاة التنسيق الدقيق والتكامل الجهود الجماعية بين كل الجهات الضالعة في هذه المسألة والوصول إلى أفضل النتائج الممكنة، كما أكد السيد الرئيس يوجه بالتوجيه في مشروع إنتاج البذور محليا في مصر لما له من مردود حيوي وهام، وحماية المحاصيل من الآفات والاستنباط سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج وتقليل تكلفة الاستيراد، وده اللي احنا متعودين عليه من السيد الرئيس. خلينا نطلع نشوف، مفيش فيديو معانا صح؟ تمام، خلينا ناخد المداخلة. معانا دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير على حضرتك يا أستاذة ألفت والمشاهدين الكرام. برحب بحضرتك معانا، وبداية كيف ترى اهتمام السيد الرئيس بتبطين الترع، المصارف، المهم توفير المية الفترة الجاية؟ يعني اهتمام الرئيس في الواقع بقطاعي الزراعة والري اهتمام يعني واضح، ويعني يأتي من خلال متابعة حثيثة أسبوعية تقريبا. صحيح. يعني لا يخلو أسبوع من اجتماعات يحضرها رئيس الوزراء ووزيري الري والزراعة لمتابعة إما المشروعات القومية الكبرى ومتابعة متابعة يومية للمشروعات التي تحدث. بالنسبة للجزء الخاص بمياه الري، يعني ركز الرئيس في اجتماعه اليوم على المشروعات الخاصة بتبطين الترع، وهي يعني أحد مشروعات تطوير الري السطحي في مصر. يعني هذا في إطار الري السطحي، الري الذي يتم بالغمر يتم تطويره من خلال تبطين أطوال كبيرة آلاف الكيلومترات من الترع لتقليل البخ وللحفاظ والمنع فقد المياه بشكل كبير. أيضا مشروعات تجميع المياه في المحافظات الحدودية الصحراوية خاصة في الساحل الشمالي الغربي ومرسى مطروح من خلال الخزانات الرومانية والآبار، آبار لتجميع المياه وسدود لتجميع المياه للاستفادة من مياه السيول ومياه الأمطار، وهذه موسمها الآن بدلا من هدر تلك المياه والحفاظ على تلك الموارد المائية. جهود كبيرة في هذا السياق في إطار مشروع قومي للمياه في الساحل الشمالي الغربي. الدكتور أشرف أيضا تناول اجتماع السيد الرئيس اليوم مع رئيس الوزراء ووزير الزراعة ووزير الري التوجيه بالاستمرار في المشروع القومي لاستنباط البذور في مصر، وهو مشروع قومي كبير له أهداف محددة. من أهم أهدافه خفض الآثار الاقتصادية الناجمة عن فاتورة استيراد التقاوي في مصر، وهي فاتورة كبيرة. مصر تستورد جزء كبير من التقاوي، أكثر من 80% من تقاوي الخضر. يعني قادرين بعد فترة يبقى عندي اكتفاء ذاتي يا دكتور؟ بالضبط كده، نعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من ذلك تدريجيا بنسب، يعني ومصر تستورد جزء كبير من تقاوي الخضر تحديدا، مما يشكل عبئا على جانبين، عبئا على ميزان المدفوعات وبالتالي على الدولة، وعبئا على المزارع الذي يشتري تقاوي الخضر. استوردها بتبقى بسعر أغلى. خليني أرجع مع حضرتك تاني لفكرة توفير أو الاستفادة من مياه الري والسيول، الأمطار والسيول. كل سنة بيبقى عندي أزمة، وبعض المناطق بيتغمرها السيول أو بيغمرها الأمطار، وبيكون في مشكلة كبيرة في ده. هل ممكن السنة دي لاهتمام السيد الرئيس بنفسه نتجنب هذا الظاهرة الغريبة أو المشكلة، وكأننا بنتفاجئ بالأمطار أو بالسيول؟ لا، من غير شك طبعا، يعني وجود الرئيس على المحك دائما من المتابعة الدقيقة مع الوزراء جميع أجهزة الدولة يعني تعمل على سيحدث فرق هذا العام المشكلة بالضبط، سواء من وزارة الري سواء من وزارة التنمية المحلية من خلال المحافظات والحكم المحلي بتجهيز مخرات السيول وتجهيز السدود وتجهيز أحواض لتجميع الأمطار، وبالتالي
يعني هناك استعداد كبير في هذا السياق. بشكرك جدا دكتور أشرف كمال أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، بشكرك يا فندم شرفتنا. وأيضا اجتمع السيد الرئيس اليوم مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وعدد من المسؤولين تناول الاجتماع متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد تم عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلا عن تصميمات مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات، كما تم استعراض سير العمل وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت. وجه الرئيس باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شريان حياة وتنمية، بالإضافة إلى تحقيق سهولة ويسر والحركة المرورية للمواطنين والقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلات التكدسات، وهو الأمر الذي يرسخ للواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق القومية الحديثة التي باتت تتمتع بها الدولة. عايز أقول مفيش حد عينه ممكن تغفل نقول ايه السيولة اللي حاصلة في الطرق اللي خلت ان انت ممكن تروح جنوب سيناء وتروح شرم وتروح اماكن كتيرة وتشوف بعينك الطرق اللي اتزرعت من اول وجديد في وقت صغير جدا، يعني ممكن اللي راح السنة اللي فاتت يشوف السنة دي يشوف طرق قد ايه طلعت امتى، طب ازاي على كل المسافة دي عملتوها وبكل الدقة دي ازاي. مش كده بس، فكرة العاصمة الإدارية الجديدة أنه كل أسبوع السيد الرئيس يجتمع علشان يتابع كل التفاصيل وكل التقدم اللي فيها. أنا لو من الناس اللي شغالة في العاصمة الإدارية الجديدة، لا ده الرئيس الأسبوع الجاي هيشوف إيه التقدم اللي حصل، هنجز أسرع وهنجز يعني، لأنه ما بيستناش والخطأ ما بيخلهوش ما بيعدهوش، لا أبدا لازم أشوف بعيني إيه التقدم اللي حصل من الأسبوع ده للأسبوع اللي جاي. شيء بصراحة أنه يلاقي وقت أنه يتابع داخليا وخارجيا بنفس الطريقة وبنفس الاهتمام، ده شيء احنا بنشكر عليه السيد الرئيس لانه بيضمن لنا ان كل المشاريع ماشية بكل الدقة دي. خلينا نطلع نشوف فيديو لنشاط السيد الرئيس هذا اليوم او النهاردة ونرجع نكمل مع حضراتكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء خالد فرحات مساعد رئيس الهيئة الهندسية واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري الهندسي بالهيئة الهندسية والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق والدكتور طارق الخضيري مدير مصنع إبداع للرخام والجرانيت. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وقد تم في هذا الإطار عرض الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالعاصمة الإدارية الجديدة خاصة ما يتعلق بمقر القيادة الاستراتيجية، فضلا عن تصميمات مبنى مسجد مصر وما يضمه من قاعات، كما تم استعراض سير العمل وجهود ترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت خاصة أضرحة السيدة نفيسة والسيدة زينب وسيدنا الحسين، والتي تشمل ترميم الصالات الداخلية بالمسجد وما بها من زخارف معمارية بما يتماشى مع الطابع التاريخي والروحاني للأضرحة والمقامات. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية خاصة مخطط زراعة أشجار الزيتون على مساحة حوالي 65 فدان في محيط محطة مصرف بحر البقر، بالإضافة إلى جهود الاستفادة من قطع الأراضي الفضاء غير المستغلة والمنتشرة في بعض المناطق بالقاهرة ومختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن مشروعات تطوير الطرق والمحاور بما فيها تطوير طريق رأس الحكمة بالساحل الشمالي، فضلا عن الدراسات الخاصة بإنشاء محور موازي لمحور 26 يوليو بالقاهرة. وقد وجه السيد الرئيس باستمرار جهود تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية بمختلف المناطق على مستوى الجمهورية والتي تمثل شرايين حياة وتنمية، بالإضافة إلى تحقيق سهولة ويسر الحركة للمواطنين وللقضاء على الاختناقات المرورية وحل مشكلة التكدسات، وهو الأمر الذي يرسخ الواقع والانطباع الجديد لشبكة الطرق القومية الحديثة التي باتت تتمتع بها الدولة.
وعرض خلال الاجتماع أيضا الموقف التنفيذي لمدينة السيارات العالمية، حيث وجه السيد الرئيس بأن تضم المدينة معارض وساحات للسيارات المستعملة والجديدة ومجموعة متكاملة من الخدمات عالية المستوى من مراكز الفحص والصيانة وقطع الغيار، فضلا عن المحلات التجارية والمباني الإدارية والبنوك ومقرات للشهر العقاري، مع مراعاة تزويدها بالمرافق العامة والاستراحات والمطاعم والطرق العريضة، وذلك لاستيعاب التدفق المتوقع من الزوار والمترددين وتلبية كافة احتياجاتهم. كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. الاجتماع تناول بحث الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والسيول في تنمية الزراعات المطرية وكذلك المشروع القومي لإنتاج البذور، وقد تابع السيد الرئيس الجهود المشتركة بين وزارتي الري والزراعة في مجال حجز وتوزيع مياه الأمطار والسيول لمنع إهدارها وتحقيق الاستغلال الأمثل لها في المناطق المطيرة على مستوى الجمهورية من خلال الوصول إلى أقصى كمية ممكنة للتخزين، خاصة في سيناء والساحل الشمالي وبعض مناطق البحر الأحمر. وقد تم استعراض الجهود الجارية حاليا في هذا الإطار بما في ذلك إعادة تأهيل وصيانة الآبار القديمة ورفع كفاءتها، فضلا عن بناء السدود والحواجز للحفاظ على مياه الأمطار واستغلالها في تنمية الوديان والمراعي الطبيعية والزراعات المختلفة القائمة على مياه الأمطار، وذلك بالاعتماد على خريطة الوديان بالتعاون والتنسيق بين الهيئات المتخصصة في وزارة الري، كذلك مركز بحوث الصحراء التابع لوزارة الزراعة. وقد وجه السيد الرئيس بالاستمرار في كافة الجهود التي من شأنها تحقيق الاستفادة المثلى من كل الموارد المائية المتاحة بالجمهورية، وبالتكامل مع جهود الدولة في المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف، مع مراعاة التنسيق الدقيق وتكامل الجهود الجماعية بين كل الجهات الضالعة في هذه المسألة للوصول إلى أفضل النتائج الممكنة. وقد استعرض السيد وزير الري الدراسات الهيدرولوجية والهندسية لتلك السدود بالإضافة إلى جهود تحديث أنظمة الري على مستوى الجمهورية بين الري المطور والري الحديث. وعلى جانب آخر عرض السيد وزير الزراعة عينات من إنتاج المشروع القومي للبذور بالشراكة مع الخبرة الأجنبية، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم القطاع الزراعي ورفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية المصرية. وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في تلك الجهود الحيوية وتوفير الموارد والدعم لإنتاج البذور في مصر، لما في ذلك من مردود مهم يهدف إلى الاعتماد على بذور منتجة محليا تحمل محاصيل من الآفات وتستنبت سلالات وأصناف زراعية عالية الجودة والإنتاج وتقلل من تكلفة الاستيراد. برحب بحضراتكم، وأنا زي ما بدأت بفكرة الحوادث الانتحار وظهورها في هذه الأيام، ويمكن ده بيخلينا كلنا عندنا أسئلة كتير خاصة بحوادث الانتحار. فتاة اللي انتحرت من سيتي ستارز اللي عندها 23 سنة، طالبة بطب أسنان سنة رابعة، بنت الطبيب من أسرة مثقفة واجتماعيا كويسة، ونفس الكلام النهاردة يمكن رجل مسن عنده 60 سنة ألقى بنفسه من مترو المعادي ولقى مصرعه في الحياة تحت عجلات المترو. حاجة كده تخليك تقف، طب اللي عندها 23 سنة نقول لسه صغيرة ما عندهاش خبرة، هشة نفسيا ما استحملتش. الرجل اللي عدى من حياته 60 سنة دي، إيه اللي خلاه النهاردة يقرر أنه ينتحر؟ هيكون معانا على التليفون دكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية. مساء الخير يا دكتور. ازي حضرتك؟ برحب بحضرتك معانا، وعندي أسئلة كتير جدا ومحتاجة وجود حضرتك. كل أذان صغير. الحادث بتاع فتاة سيتي ستارز هو يمكن الوجع كل البيوت الموجودة. بنت زي الفل، 23 سنة، طالبة في كلية من كليات القمة، بنت ناس محترمين، ايه اللي يخليها تعمل كده؟ شوفي حضرتك، هو قرار الانتحار ما بيجيش من يوم وليلة. يعني دائما وابدا احنا بنقول ان الانسان بيقعد يقاوم الازمات ويقاوم الضغوط ويقاوم الشعور بالوحدة النفسية وعدم وجود سوشيال سبورت أو دعم نفسي واجتماعي دي، لحد ما بيجي عليه لحظة بتخور وتهل قواه النفسية فبيبتدي يخش على عملية الانتحار بصورة لا إرادية. يعني المنتحر ده الإنسان بطبيعته
ميال للحياة، عنده غريزة البقاء، فلما يأتي بسلوك ضد الفطرة بتاعته تعرف إنه هنا عنده خلل إدراكي أو خلل عقلي، يعني قد يكون بقى وصل لمرحلة ديبريشن زون هاوس اكتئابي، ضغط نفسي وعصبي عليه وبيعاني من آلام معينة، فلا أن الانتحار ده هو الوسيلة الوحيدة للتغلب على آلامه أو مشاكله اللي هو ما عرفش يحلها أو غيره ما ساعدوش على حلها. وده اللي بينطبق على بنتنا. بنتنا أنت حضرتك بتقولي واحدة صغيرة وواحد عنده 60 سنة، أنا أرى أن قد يكون الدوافع النفسية واحدة، يعني ممكن يكون الاثنين عندهم شعور بالوحدة النفسية. اللي عنده 60 سنة وقاعد لوحده مفيش بر للوالدين، أولاده مش بيشقروا عليه، حاسس بالوحدة النفسية، وهي بنتنا الصغيرة دي مفيش أب بيستمع لها، مفيش أم بتوجه، مفيش صديق بيمتص المشاعر السلبية اللي عندها، فبالتالي ممكن يكون الشعور بالوحدة النفسية عند الاثنين، وإن وجودهم في الدنيا زي عدمه، وانخفاض السيلف كونسبت أو مفهوم نحو ذواتهم إن هم ناس عايشين مهمشين في الحياة، قد يكون الدوافع النفسية واحدة في الاثنين، فبالتالي الاثنين دخلوا على عملية الانتحار. دكتور وليد، دي حتة مهمة. اتفضلي. فكرة إن أنا يبقى في وسط عيلتي ومش حاسين بيا، فكرة إن أنا برضو الراجل الكبير في السن الأب المسن ده إنه برضو محدش بيسأل عليه، هنا إمتى أخد بالي؟ أنا عايزة يعني فكرة ده محتاج شهور، محتاج أيام إن يبقى المرض النفسي وصل جواهم لدرجة إنه خليه يلقي بنفسه من السادس أو دم مترو. إيه الأعراض اللي ممكن أخد بالي منها كأسرة هنا إن أنا معايا مريض أو واحد في وضع خطر في الأسرة، سواء كبير في السن سواء صغير، ما بقتش مرتبطة بسن ولا جنس دلوقتي؟ بص يا فندم، يعني انت حضرتك اشرت لحته حلوه قوي، وان المرض النفسي ده بيتربى جوه الانسان، يعني ما بيجيش من يوم وليله. يعني بنتنا مثلا اللي في كليه الطب دي قد يكون هتلاقي كل خبرات العنف من وهي صغيره، يا اما الضرب، التمييز بينها وبين اخواتها، ختان الاناث، التجاهل، موفر لها كل حاجه وكمبيوتر وبيت وتكييف ونادي وعربيه، بس بيئة جافة، بيئة مش داعمة، ما فيهاش سلوك انسانة. انا كملت 23 سنة يا دكتور وليد، ليه اموت نفسي؟ ما امشي واسيب لهم الدنيا، ما اسافر بره مصر، ما اعمل اي حاجة تانية تحييني بشكل افضل، ليه انهي حياتي بالشكل ده؟ ما هو الدخول في ذهان الهوس الاكتئابي او في مرحلة فصام وينفصم عن الواقع وتبقى فيه فكرة انتحار مسيطرة عليه، مش هيبقى عندنا تفكير منطقي. طبعا قرار مش ارادي، يعني ولذلك حضرتك قلت 23 سنه ده اعلى معدل انتحار موجود في الفئه من 15 سنه ل 25 سنه، يعني يمكن السبب الثاني من اسباب الوفاه في الفئه العمريه دي هو الانتحار. فعمليه بتبقى عاليه ليه؟ بيبقى برضه ما عندوش صلابه نفسيه، الشاب في السن الصغير ده ما عندوش صلابه نفسيه، ما عندوش سوشيال سبورت. حضرتك دلوقتي بتشيري الاهل يعرفوا منين؟ دي حته مهمه قوي. يعني أنا لما ألاقي ابني قاعد عنده اختلال في الساعة البيولوجية، سهران طول الليل ونام طول النهار، أعرف إن هو عنده مؤشر لذهان الهوس الاكتئابي، وعنده انسحاب اجتماعي، ما بيشاركش في الأنشطة الاجتماعية. بس ده بقى حال كل أولادنا يا دكتور دلوقتي، يعني كلهم دلوقتي ماسكين اللابتوب بتاعهم والموبايل بتاعهم، وبينام وقت ما أنت بتصحى وبيصحى وقت ما أنت بتنام، ده بحال كل البيوت. هل ما انا هقول لحضرتك، لما بيكون حاله ده بصوره دايمه وقاعد وبيضحك وبكلمه بيرد عليا وما عندوش اهمال في النظافه الشخصيه، ما بيقبلش على الاكل بشراهه وبياكل حلويات كتير ومواد كربوهيدراتيه ونشويات لان دي من مؤشرات الاكتئاب الشديد، او ما بياكلش خالص وقاعد يعني مش عاوز يتناول الاكل معانا، ما بيهمل نظافته الشخصيه، يعني هي مجموعه مركبات نفسيه ومجموعه دلالات اجتماعيه لما تجتمع او يجتمع 70% منها اعرف ان ده مؤشر خطر. لما الابن يدي رسائل سلبيه، يعني كل شويه يقول طيب يعني وربنا انا ما انا لن ريحكم مني، بكره تندموا، انا بكره اوجعكم زي ما انتم ما وجعتوني، طب بكره هتشوفوا. الرسائل دي كلها لازم اخدها محمل الجد، ولازم اعرف ان ابني خلاص دخل في مرحله انه عاوز يستبرأ من الحياه ويتخلص منها. لما الاقي ابني بينزل بوستات حزينه على السوشيال ميديا، لما الاقيه حاطط شكل معين من اشكال الظلمه والضبابيه على الواتساب او الانستجرام كدلاله لشخصيته، لما الاقيه حاطط سكينه، لما ليه بيلعب العاب ومش عاوز يكلم حد وقاعد منسحب اجتماعيا جدا ووشه باين عليه الكآبه، يعني دي كلها امور ومؤشرات تديني دلاله ان هو هيقبل على عمليه الانتحار.
فانا بسال بس كل يعني اولياء الامور اللي بيسمعونا، ابنك قاعد سهران طول الليل مفيش مشكله، اسهر معاه، العب معاه، ناقشه، خلي عندك فن محافظ على التواصل بالظبط، استمع له، اديله امل في بكره، ما تضغطش عليه. دي كلها امور مهمه قوي. يعني انا يخيل لي يعني في السن الصغير ده ممكن يكون واحد متوفر له كل حاجه الا حاجه واحده واهم حاجه، شعوره كانسان، الاهتمام طبعا، الدعم النفسي والدعم الاجتماعي اللي بيوجهه، اللي بيفتح له افاق الامل. لو في ام بتقول للبنت يا بنتي ما يهمكيش، يعني ما احنا كلنا مثلا تعرضنا لتجربه عاطفيه وفشلنا، مش معناها نهايه الكون، ما جبتش مجموعه مش الدنيا مش هتخلص، ما دخلتش الشغل مش لاقي الشغل وقاعد بقالي فتره في البيت الدنيا مش هتنهار. بالعكس، انا اخش مع النت واشوف المدن الجديده والانشاءات، وممكن يروح يشتغل فين، يروح بقى الجلاله، يروح العالمين، الدنيا بقت واسعه. داخل في السن مثلا عاوز يتجوز معهوش، اساعده في اسكان اجتماعي، اساعده في ان انا اخد قرض طويل الاجل 30 سنه. يعني دلوقتي بقى في افاق مفتوحه للشباب ما كانتش متوفره على ايامنا، بس عاوز الاب اللي يشاور. لو انا لقيت الاعراض متوفره في ابني او بنتي دلوقتي معايا في البيت، ايه اعمل ايه يا دكتور؟ يعني الجا لطبيب مباشره، ابتدي اتكلم معاها انا شخصيا، ولا خلاص الكلام بتاعي ما بقاش هيجيب نتيجه، لازم يبقى في متخصص؟ يا فندم انا دكتور البيت، انا احتوي ابني، انا اهم من الدكتور، الدكتور مش قاعد معايا، انا احتوي ابني واحاول استمع له. بس احيانا بتبقى حاله مرضيه يا دكتور، مثلا زي واحد عنده الكبد، واحد عنده الضغط، لو لقيت مفيش استجابه لحظيه في ابني، مفيش استجابه على وشه، وانا بدخل له وهو اللي مش بيجي الاوضه لحد النهارده، لازم الجا لدكتور. وبعدين خدي بال سيادتك، ما انت هترجعي للدكتور ممكن هو ما يجيش معاكي، فهترجعي للدكتور هتعملي ايه؟ ده اكيد. فلازم البدايه من عندك حضرتك، دكتوره البيت قبل الدكتور اللي موجود في العياده، على الاقل هتسببي له قناعات ان هو عنده مشكله، عنده وسواس قهري، عنده فصام، عنده قلق، عنده جهاز هوس اكتئابي، وهتفهميني ده انا بحبك يا ابني وده غلط على صحتك، فتعالى ساعدني ان انا اساعدك. لو هو مقتنع بيكي وانت بديتي معاه الخطوه هيبقى سهل، حتى لو الامر يعني ان هو مستعصي بمكان، انه هيجي معاكي ويروح للدكتور، يبقى في استشفاء وفي براء من ده. ف يعني مهم قوي التواصل مع الاهل. ده انا بعول عليه كل حاجه في العلاج النفسي. وانا مع حضرتك جدا. قبل ما انتقل لسؤالي الاخير، كان مع فتاه مول صديقتها، قعدت معاها الوقت طويل، والبنت كانت قاعده معاها بتعيط، وبعدين صديقتها اضطرت تمشي، اعتقد ان الوقت طول معاها واهلها استعجلوها. هل لو صديقتها كملت معاها في القعده كان ممكن ده ما يحصلش؟ لان كتير بيلوم ان صديقتها سابتها ومشيت، هل لصديقتها دور في ظل كل الاكتئاب اللي فيه البنت ده؟ لا طبعا، طب ولا هتعمل اي حاجه، ولو عملت حاجه لو قعدت 10 ساعات زي قعدت 4 ساعات، ولو هي اسندتها ان هي ترمي نفسها من فوق المول وخلاص وروحوا، هتروح البيت هتاخد حبوب، هتاخد وسيله اخرى من وسائل الانتحار، هي خلاص هي مش شايفه غير الانتحار. ما انا بقول لحضرتك يعني الشخص اللي بينتحر ده غير مسيطر على افعاله، مش مدرك. ولذلك انا بشوف ناس يعني اول حاجه تعملها لما واحد ينتحر تلقي عليه اللوم وانه هيروح بقى في غيابات الجوع. ما هو ده سؤالي القادم يا دكتور، يعني انا محتاجه رساله من حضرتك للناس اللي اول المنتحر ما بيعرفش يعرفوا حاله انتحاره كده، بيقول لهم عليه، بيبتدوا يعني يقطعوه تقريبا بمعنى كلمه يقطعوه هنا رفقه باهله وبحرام بالشخص اللي هو يعتبر مريض، هو ملوش ذنب في مرضه ده، تقول لهم ايه يا دكتور؟ طبعا هو يا فندم الانسان بطبيعته عنده غريزه البقاء، كونه يعمل حاجه ضد السلوك الفطري هو هنا هو ضحيه، هو انسان مريض، هو انسان غير مسؤول عن افعاله، بدليل ان في مفكرين عظام زي جمال حمدان ما هو راح وانتحر. يعني هذا الشخص المؤرخ العالمي العظيم صاحب الفكر اللي انه لما اصيب بالاكتئاب وشعر بالوحده النفسيه انتحر، وغيره كتير جدا كانوا يبدو للعامه ان ما عندهمش مشاكل، زي ألفيس بريسلي بتاع الروك، وزي مايكل جاكسون، وزي داليدا، اسماء كتير جدا ناس يبدو ان عندها كل حاجه، انما ما كانش عندها اهم حاجه وهي الشعور بالانسنه والدعم النفسي والدعم الاجتماعي. ما تقصيش على حد بينتحر، هذا المنتحر هو شخص دفعا ان هو يودع الحياه، وانا شايف ان ورا منه قاتل اكبر هو اللي دفعه لكده،
وهو اللي حوالين منه اللي ما عطلوش الحب وما عطلوش الحنيه وما عطلوش الاحتواء. علاقتنا بربنا بنفسه. يا دكتور وليد هنا دورها ايه؟ يعني لو احنا بيت معودين ولادنا على الصلاه سواء مسلمين او مسيحيين، لو احنا بيت He has constructed 21 cities with an area of 675,000 acres until 2013. The year 2014 presented a new era for Egypt. The election of President Abdel Fattah al-Sisi was a lifeline to the Egyptians, especially to those in the marginal and vulnerable areas. Twenty-four new cities are being implemented, which belong to the fourth generation with an area of 630,000 acres. Besides developing and raising the efficiency of existing cities, investments for these projects reached 312 billion pounds. The government put short to medium term strategies to change the face of life all over the country through, among other things, the implementation of the largest housing projects in the world, ambitious road developing plans, a roadmap to eliminate slums and dangerous resident areas, power plants, new cities, health projects, and social safety nets. The New Urban Communities Authority played an important role in rehabilitating slums, providing decent housing for those affected by natural disasters and developing underserved areas. Among the most important projects that were implemented recently are Zuhurme area. The project aimed at removing the encroachments in garbage man area in Helwan to settle in rain flood crossing area in the city of 15th of May. The project includes the construction of 42 residential buildings with 1,008 housing units, with an area of about 90 square meters per unit, at a cost of 256 million pounds for the buildings and 834 barns at a cost of 30 million. The area is provided with a health unit, a commercial market, a nursery, and a primary school in coordination with the Educational Buildings Authority. Al Salam Buildings. The project aimed at absorbing the residents of unsafe areas and those affected by natural disasters and earthquakes. The project is situated in Al Ubur City and consists of 134 buildings at a cost of 1.42 billion pounds with 4,171 housing units. The project includes two schools, a medical center. The area is also provided with utilities, roads, green areas. فرق جامد بين العشة الأولانية والعشة دي؟ فرق كبير طبعاً، ما أقدرش أوصف لك. يعني أنت حضرتك عارف العشة والشقة بيبقى في فرق جامد. بيتي القديم كان في حشرات وكنت متضايقة، ما كنتش عارفة أخد راحتي وكنت بتضايق على طول. السلمية ما حطيتش فيها حاجة أصلاً بجنيه، يعني هي متوضبة سوبر لوكس، ما حدش يحلم أساساً هو يخش شقة زي دي. الفرق بين الشقة هنا والعشة هناك مش الشقة، يعني فرق بين السماء والارض، يعني مفيش فرق. ده فرق ايه؟ انت المفروض اصلا ان انت ما تقولش فرق من ده وبين ده. دي شقه، دي مكان ادمي، انا عايشه زي البني ادمين، انما هناك انا ما كنتش حاسه زي البني ادمين ابدا. ما كنتش بني ادمه، ما كنتش حاسه ان انا عايشه اصلا. ما اقدرش اقول غير ان ده انا فخوره ببلدي، وان يتم تقدير هذا كمان دوليا من الامم المتحده ده شيء يدعو للفخر. كلنا طول الوقت بنشوف اللي بيحصل، وكل نقل الناس لاماكن جديده من العشوائيه لاماكن محترمه لاماكن ادميه زي ما بتقول الضيفه في الفيلم الموجود. استعرض يمكن الفيلم كمان قدراتنا المعماريه منذ فجر التاريخ، وده اللي مشهور به المصري القديم، الى الاحفاد كمان كمل مشوار الأجداد. أدي أنا فخورة بوزارة الإسكان والتعمير. خلينا نرحب بالمهندس عمرو خطاب المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم، أهلا وسهلا بسيادتك كمان. ببارك لحضرتك على الجائزة
ببارك لمصر كلها، شرفتونا وانا مبسوطه ان في تقدير لجهودكم من الامم المتحده. ربنا يخليك يا فندم، مبروك لمصر والمصريين، ويعني بحيي كل واحد كان له دور ولو صغير قد كده في منظومه العمل في وزاره الاسكان وفئه المجتمعات العمرانيه الجديده الحقيقه، لان الخطه كانت يعني التحديات كانت كتير والخطه طموحه، وما زلنا مكملين ان شاء الله في نفس الخطه اللي تم وضعها على مستوى الجمهوريه مع كل جهات الدوله ويعني هيئه المجتمعات من الجهات الاذرع القويه للدوله في تنفيذ الطفره العمرانيه اللي بتحصل الحقيقه الفتره الاخيره. والحمد لله زي ما حضرتك عرضت كده في الفيلم واللي تم يعني عرضه في المؤتمر ترشيح الجائزه، انه يعني ما بين 170 دوله على مستوى العالم تم الاجماع من لجنه الترشيح على فوز هيئه المجتمعات الحمد لله بالجائزه لهذا العام 2021. طبيعه الجائزه يا باشمهندس واهميتها ايه؟ طبعا حضرتك هي الجائزه هي اكبر جائزه في هذا المجال، مجال تطوير المستوطنات البشريه والمجتمعات العمرانيه والتنميه المستدامه، هي اكبر جائزه عالميه في هذا المجال. فطبعا ده شرف لمصر طبعا. اهم الدول اللي كانت مشاركه ايه في الدخول في المسابقه؟ على 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 مدار السنين اللي فاتت كنا بنتابع، كان في دول كتير، يعني كان عندنا السنه اللي فاتت كانت المكسيك والسنه اللي قبلها كانت الهند. الحمد لله مصر السنه دي وبجهود الهيئه، ويعني بشكر الزملاء في هيئه المجتمعات اللي ابرزوا شغل الوزاره والهيئه في المسابقه حقيقة. وقدموا كل البراهين والمشروعات والارقام، وطبعا كانت في زيارات لجميع المواقع، وده انا شفت كده صور من مواقع العمل مش من خرائط او حاجات مجسمات او ماكيتات، لا دي حاجات من الحقيقه. ويعني شفت حضرتك يعني الاماكن دي انا اتشرفت بانه زرتها معاكم وصورت فيها فيمكن عشان كده انا لمساها وانا بتفرج عليها وكاني جواها دلوقتي ان ده على الارض. حضرتك عملتي معانا جولات كتير ونورتينا في الاماكن دي، ولسه الجاي ان شاء الله مبسوطه وقد ايه الناس مبسوطه من تغيير الحياه الاجتماعيه بتاعتهم، توفير فرص عمل، توفير سكن لائق بالمصريين، توفير مواصلات، خدمات. يعني كان دايما دكتور عاصم الجدرة دي الاسكان وفي المتابعات المستمره ومع دكتور مصطفى مدبولي دايما دوله رئيس الوزراء دايما بياكدوا على حاجه مهمه، الخدمات قبل الاسكان. صحيح. قبل ما المواطن يسكن كان لازم يلاقي خدمه، يلاقي طرق، بيلاقي خدمات، يلاقي المواصلات اللي بتوصله. المواصلات وزاره الاسكان بدات من المشروعات بديل العشوائيات، تطورت المشروعات المتوسطه، النهارده توجهنا كمان للمدن المستدامه، المرافق الذكيه، مشروعات الابراج، ناطحات السحاب في العالمين والعاصمه. مش بس بدانا، مش بس بننقل المجتمع، يعني وزاره الاسكان هيئه المجتمعات لوحدها نفذت الحمد لله حوالي بنتكلم في 300,000 وحده سكنيه، 400,000 وحده سكنيه على مدار الخمس سنين اللي فاتت. احنا في طفره. وان شاء الله شغالين في 300,000 اخرين من مليون وحده سكنيه في مبادره سياده الرئيس سكن لكل المصريين اللي بتشارك فيه طبعا جهات الدوله المختلفه، من اول تمويل العقاري من البنك المركزي لحد الجهات اللي بتنفذ عندنا في وزاره الاسكان. نقول الجديد الفترة الجاية، احنا دلوقتي اتكلمنا عن الجائزة، وان كنت سعيدة ان الفيلم بدأ بتاريخنا بالفراعنة بالاهتمام بده، ان احنا اصل المعمار في العالم، يعني ده شيء انا فخورة بيه جدا. عايزة اكمل كمان على الجديد. اتفضل يا باشمهندس. بالضبط يا فندم، هي فعلا مصر تاريخ الحضارة ونور الحضارة واصل الحضارة على مستوى العالم، ودي حاجة نفتخر بيها كأجيال حديثة، وفخورين بان مصر تعود بقوه، وده نصر جديد للحقيقه للمصريين. هقف مع حضرتك عند تعود، لان احنا كنا دايما بنتكلم عن تاريخنا تاريخنا تاريخنا، وكنا دايما بنحس ان احنا اقل من هذا التاريخ، لكن انا كام سنه الاخرانيين دول لا، حاسه ان احنا نستحق هذا التاريخ لان احنا امتداد يعني للتاريخ ده يا باشمهندس. يعني نقدر نقول 7,007 سنه حضاره دلوقتي. صحيح الحمد لله. صحيح. الجديد ايه في 7,007؟ ان شاء الله احنا بالضبط الحمد لله طبعا بننفذ خطه الدوله 20، خطه التنميه المستدامه لمصر 2030، احنا لسه مكملين فيها. اللي هي من اهم عواملها اللي هو لكل مواطن المعمول السكاني من 7% اللي احنا عايشين في الوادي الضيق ل 14%. حضرتك عارف طبعا التكدس السكاني اللي حاصل في القاهره والجيزه بنتكلم في 20 مليون نسمه عايشين في مساحه ضيقه جدا، ده مش حقيقه. احنا بننفذه دلوقتي في خطه بتنفذها الدوله بالكامل في تنفيذ، وهيئه مجتمعات وزاره الاسكان بتنفذ 25 مدينه جديده من مدن الجيل الرابع، تحتوي على مرافق ذكيه وعلى خدمات مستدامه، وبتحقق فيها معيار جوده الحياه. وحضرتك شفتي المدن بيحصل فيها ايه، عندنا مدن الجيل الاول والثاني والثالث. وشروط التحقق مش صعبه ابدا، ميسره لكل الناس، وكل مستوى ليه الشقق اللي ممكن يحصل عليها. التنوع موجود. صحيح. والحفاظ على البيئه وجوده الحياه. حضرتك شفتي المدن الجيل الاول والثاني والثالث، شفت الخضره والاماكن المسطحات الخضراء الموجوده، وكاننا في احسن كومباوند في مصر.
بالظبط. ومدن الجيل الرابع كمان، وده الطفره الجديده اللي بتحصل بتتنفذ بقى لها 5 سنين دلوقتي. الحمد لله كل المصريين شافوا على ارض، على الواقع، على ارض طبيعه، مش على لوحات ولا على ورق، لا المشروعات اتنفذت. فوزاره الاسكان شغال الحمد لله في خطه طموحه في تنفيذ المجتمعات العمرانيه الجديده، تنفيذ خدماتها، تنفيذ المرافق ليها بالكامل، مرافق سياديه، ميه وصرف كهرباء، المحطات الكهرباء اللي بتغذي المجتمعات دي تنفذت الحمد لله وشغالين فيها، الطرق المحترمه اللي بتدعم مرافق ذكيه وبتدعم نقل مرن بين المحافظات والتجمعات العمرانيه الحديثه والقديمه المنميه بالفعل. طبعا دي خطه طموحه وان شاء الله الوزاره شغال عليها ومش هنوقف شغل، مكملين باذن الله، بالاضافه طبعا لمبادره سياده الرئيس اللي احنا شغالين فيها دلوقتي على قدم وساق اللي هي سكن كل المصريين، اللي الاعلان فيها ان شاء الله شغال لسه لحد اخر الاسبوع اللي احنا فيه دلوقتي. وطبعا يعني حضرتك عايز اقول على الهواء مع حضرتك ان في اقبال غير عادي. سياده الوزير النهارده كان في تصريح له انه الحمد لله تم بيع 110,000 كراسه شروط ومنهم 50 تقريبا. ده في كل مشروع بيتفتح قبل تاني يوم احنا بنتوقع انه ممكن ياخد لا بلاقي اللي انت بتقوله انه خلاص ده حقيقي، ده حقيقي الحمد ده لله. متابعه 50,000 منهم يعني دفعوا مقدمات جديده لحد ده بيعكس الثقه اللي بقت موجوده، يعني ثقه للمشروع والثقه اللي والثقه في الحاجه اللي هياخدها، لان انا شفت الشقق وصورنا فيها يعني احدق، كان زمان اي حاجه في اي حاجه، افضل تشطيب، افضل خامات موجوده، افضل تقفيل في الشقه موجود، شقه محترمه. بنأكد على كده، ودايما تعليقات الدكتورة عاصمة بدالة دي كانت في كل الاجتماعات لن نقبل أي جودة سيئة. صحيح. يعني دي تعليمات ومشددة لكل الجهات ولينا كلنا في كل مواقع، لن نقبل جودة سيئة أبدا. المواطن زي ما دفع فلوس ياخد الجودة خدمة المناسبة المحترمة اللي يقدر يعيش فيها بدون مشاكل. ويمكن التمويل العقاري سهل ان كل الناس يبقى عندها شقة، لأن شقة لكل مواطن ده حلم المصريين، المصري دايما بيحب الاستقرار ويبقى عنده بيته. بالضبط يا فندم. باشمهندس عمرو نورتنا وشرفتنا، وان شاء الله يكون لنا لقاء قريبا في حاجه بس لسه ما حدش يعرفها، انا بحب الحاجات الجديده. ده تحت امر حضرتك فندم. ربنا يخليك جدا لحضرتك. شكرا جدا باشمهندس عمرو خطابه المتحدث باسم وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه. عايز اقول لحضراتكم اللي بنعرضه على الشاشه ده ما يجيش جزء ولا واحد من 1000 من الموجود فعلا على الارض. مشاريع في كل حته وكانها بتطلع من الارض، مش بيتم تصنيعها ولا بيتم العمل عليها، حاجه كده ربنا مبارك كمان. يعني في مثل بيقول ما تمد ايدك ربنا بيمد ايد الثانيه، اعتقد ده اللي بيحصل في مصر الايام دي. كل ما بتيجي تعمل حاجه بتزدهر وبتدي الناتج بتاعها في 10. يا رب دايما يبارك في بلدنا. خلينا نكمل مع حضراتكم ايضا في حاجة كويسة حصلت، وهي بدأت محافظة شمال سيناء اليوم السبت تسليم الفيزا كارت تعويضا لأسر الشهداء والمصابين. وقدم الدكتور محمد عبد الفضل شوشة محافظ شمال سيناء عظيم الشكر والامتنان للرئيس عبد الفتاح السيسي على اللفتة الكريمة بتكريم أسر الشهداء والمصابين بمحافظة وصرف التعويضات لهم. خلينا نطلع نشوف جزء من التكريمات ونرجع نكمل مع حضراتكم. ازاي اخبارك ايه؟ عامل ايه؟ ازيك؟ ازاي؟ اسمك ايه؟ ازيك يا اسامه؟ تعال الشهيد حسن جمال حسن، الزوجة أزهار حسن مسلم، والابن سارة، والابن عبد الله حسن. ازيك ست أزهار؟ ازيك؟ عامل ايه؟ ازيك؟ اهلا بيك وست أزهار، اتفضلي. استنى الشهيدة خديجة سليمان القطان، والدها سليمان القطان ووالدتها عائشة نصار سليم. بارك ايه؟ تعالى تعالى. اتفضل يا حاج سليمان. ماشي تذكرت اهو بتاع مش عارف حاجة عايشة. ازيك عاملة ايه؟ ربنا يكرمك. بص كده عشان الحاج كده. شكرا. نعيد الايام بتاع زمان تاني. شكرا يا سلطان. بس اقول حاجه واكد حاجه ان دي ما هياش هدايا ولا هياش، ده حق من حقوق المواطن وليس منح، حق من حقوق المواطن. السيد رئيس الجمهوريه اعطاها للناس، ف
فبالتالي دي حقوقهم واحنا بنقوم بتنفيذ هذا الموضوع. حاجة تانية ان زي ما قلت ان دي دفعة اولى من قرار السيد رئيس مجلس الوزراء، ان شاء الله هيطلع قرار تاني وتالت بانضمام ناس جدد الى الصندوق. وطبعا نظرا للظروف اللي احنا فيها ان بتعتبر محافظة شمال سيناء هي اعلى نسبة بين المحافظات في هذا الموضوع، ده قدرنا ان احنا نبقى موجودين في منطقة ملتهبة، ده قدرنا ان سيناء بوجه عام وشمال سيناء بوجه خاص تبقى الخط الاول في الدفاع عن مصر عبر جميع العصور، من اول الهكسوس كده وانت طالع كان اهالينا في محافظة شمال سيناء هم خط الدفاع الاول عن مصر كلها عبر العصور. يعني حقيقي تحية للسيد الرئيس وتحية لمحافظ شمال سيناء، الناس دي اعتقد ظلمت سنين كتيره، يمكن عشرات السنوات وهم كانوا بيتعاملوا على ان هم يعني ما لهمش لا قيمه، بل بالعكس كانوا بيتعاملوا ان هم بيتخونوا، بيتعاملوا ان هم بيتعاملوا مع ضد الدوله. لكن الفتره الاخيره السيد الرئيس فعلا اهتم بيهم، اهتم باولادهم، اهتم بتعليمهم، اهتم ان يبقى عندهم مناطق زراعيه، مناطق صناعيه، اهتم بكل اوجه الحياه اللي تخلي الناس دي تحس ان هم مواطنين من الدرجه الاولى، لان كتير من الفئات اتهمشت السنوات الاخيره. لكن فكره ان انت تدور على كل المهمشين وتعيد إحياء وطنيتهم وانتمائهم ووجودهم الحقيقي جوه البلد، ده شيء أنا بشكر عليه السيد الرئيس، السيد المحافظ، وتعامله الإنساني اللي احنا شايفينه في التكريم، وبيتعامل مع كأنه بيتعامل مع والدته وكأنه بيتعامل مع أهله، ده شيء ما أقدرش أتجاهله، ما أقدرش أقول إنه مش مهم. مهم جدا ان مواطنين سيناء يحسوا ان هم مواطنين مصريين من الدرجه الاولى. انا بشكر السيد الرئيس على هذه اللفته، واتمنى تكرار الاهتمام والاستمرار في الاهتمام باهالينا في سيناء. هكمل مع حضراتكم والكلام عن كورونا. استعرض الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحه مخطط الدوله في اتباع الاجراءات الاحترازيه بالتزامن مع انطلاق ماراثون العام الدراسي المقبل، والتي تتمثل في تطعيم طلاب المدارس والجامعات ايضا من اجل الحفاظ على صحه ابنائنا بجانب اتباع الاجراءات الاحترازيه. خلينا مع حضراتكم ناخد دكتور جمال عصمت مستشار منظمه الصحه العالميه. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين جميعا. برحب بحضرتك معانا، وبدايه كيف ترى اصرار ويعني اتخاذ قرار تطعيم طلبه ابنائنا من الجامعات ومن المدارس واهميه ده في الفتره القادمه؟ طبعا ده شيء مهم جدا، لان احنا عارفين ان التحورات اللي بتحصل في الكورونا حاليا بقت بتصيب الاطفال، والاطفال والشباب هم الفئة اللي ما كانوش اتطعموا في السابق وما كانوش فيهم نسبة إصابة عالية في السابق، فمع التحورات اللي حصلت في دلتا بلس اللي دخل مصر في يوليو اللي فات بقوا دول فئة أكثر عرضة للإصابة، وطبعا عن طريق إصابتهم ممكن تتنقل العدوى لباقي الناس في العائلات أو في المدارس أو في الجامعات. عشان كده التطعيم هو الأساس في حماية الناس من هذه المشكلة. طبعا الطلبة اللي ممكن ياخدوا التطعيم سواء في الجامعة أو في المدارس هيبقى التطعيم مناسب لهم جدا وبيحميهم وبيحمي عائلاتهم وبيحمي المحيطين بيهم. حقيقي ده دور يعني مشكور عليه الدولة، ان ده عبء وثقل هي اخذته على عاتقها فقط لتأمين مواطنيها، وده شيء انا بشكر عليه وزارة الصحة طبعًا والدولة المصرية. طبعا خليني برضو لازم، معلش انا اسف ان انا اكمل مع حضرتك، برضو لا يجب ان احنا يعني نعتمد على التطعيم فقط، لان الاجراءات الاحترازية حتى مع وجود التطعيم مهمة جدا بالنسبة لنا. أنا بشكر حضرتك على إلقاء الضوء على هذه النقطة، لأن بعض المطعمين بيتعاملوا إن هم في حماية كاملة، أنا بشكر حضرتك على إن أنت بتركز على النقطة. لا، نسبة التطعيم بتدي وقاية في حدود 85-90% مع التحورات اللي موجودة دلوقتي، ممكن تيجي تحورات في أي وقت يخلي نسبة الوقاية تبقى أقل، لكن خليني أقول لحضرتك إن في كل بلاد العالم حتى الآن مع التطعيم لا يسمح بخلع الكمامة في الأماكن المزدحمة، في السوبر ماركت، في وسائل النقل العام، أماكن التجمعات بشكل عام يعني.
أماكن التجمعات لا يسمح فيها في الدخول من غير وجود كمامة. احنا لسه كان في حد زميل لنا راجع من أمريكا ودخل المستشفى وهو داخل على باب المستشفى، المستشفى ما فتحتش الباب لدخوله غير لما يبقى حاطط الكمامة وحاططها بالطريقة المضبوطة. طبعا هو عشان يخش أمريكا كان لازم يبقى متطعم، لكن مع ذلك لا يسمح له في دخول أي أماكن مغلقة غير لما يبقى لابس الكمامة ولابسها، خلينا أقول تاني، بطريقة صحيحة. لأن أنا بلاقي في ناس كتيرة بتلبس الكمامة نوع من المنظر بس، لا تغطي الفم ولا تغطي الأنف ولا تدي وقاية لهم ولا للمحيطين بهم. فمع التطعيم اللي هو أساسي وضروري، اتخاذ الإجراءات الاحترازية وعلى رأسها لبس الكمامة والتباعد الاجتماعي وغسيل الإيدين وحدوث تهوية في الأماكن المغلقة، ده شيء مهم جدا بالنسبة لنا. دكتور، بس أنا يعني هاخد نقطة أخيرة، وهي في حالة رفض، ده اللي كان في تصريح مستشار رئيس الجمهورية، في حالة رفض الطلبة تناول اللقاح، هنا هيتم التعامل إزاي؟ هل هيمنعوا من دخول المدرسة ولا إيه اللي هيحصل؟ هو الحقيقة إحنا يعني ما لغاية دلوقتي لم نتخذ إجراءات عقابية لأي حد بيرفض إن هو ياخد اللقاح، لكن إحنا حاليا بنوصي الناس وبنشدد على أهمية أخذ اللقاح، مش بس حماية له لكن حماية لعائلته. وإحنا عارفين صحيح. إن لما بيجي العدوى للشباب الحمد لله تبقى بصورة بسيطة وما بتعملش مضاعفات، لكن بنخشى إنها تمتد منه لوالده ووالدته والجد والجدته اللي ممكن يجي لهم المرض بصورة عنيفة وتؤدي في يعني بعض الحالات إلى حدوث وفاة أو إصابة بتبقى مزمنة في الصدر وبتخلي الإنسان ما يقدرش يمارس حياته الطبيعية اللي كان بيمارسها قبل الإصابة. دكتور جمال، خليني مع حضرتك، من وقت للتاني بنشوف تصريحات لبعض الأطباء أن دلتا اللقاحات الموجودة الآن مش هتكون فعالة مع دلتا، هل هيتم تطوير كمان اللقاحات الفترة القادمة ولا هنكتفي بالموجود؟ الآن دلتا بلس التطعيمات مناسبة ليه وتحمي منه، لكن خليني أقول لحضرتك أن التحورات بتحصل بسرعة أكثر ما احنا نتوقع، ودايما احنا كعلماء بنتابع هذه التحورات وبيتم تجديد لو فعلا حصل أن بقى في فيروس المتحور ما حصلش منه استجابة للقاح، بيتم تصنيع على طول، لأن احنا بنقدر نجيب الشفرة الجينية للفيروس المتحول وبيتم على طول عمل تطعيم مناسب. لكن حتى الآن الحمد لله ما انتشرش داخل مصر أي متحور يقاوم اللقاحات الموجودة في مصر. بشكرك جدا دكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية بمصر، بشكرك جدا يا فندم. هكمل مع حضراتكم يمكن في منطقة أهم، وهي الملصقات على المركبات بمختلف أنواعها. في بعض الناس إلى الآن لسه ما ركبتش الملصق ده، وفي بعض الناس ممكن تنقله لسيارة تانية، في بعض الناس ممكن تشيله علشان فاكرة أن كده بتشيل عن نفسها المخالفات، كل ده حاجات هيكون ليها إجراءات عقابية الفترة الجاية. خلينا مع حضراتكم نعرف من سيادة اللواء أحمد هاشم الخبير المروري، ما العقوبات اللي ممكن تكون على أي حد يشيل الملصق أو ما يهتمش بيه؟ مساء الخير سيادة اللواء. تقريبا مع حضرتك اللواء أحمد هشام، حياة حضرتك والأسرة البرنامج والمشاهد الكريم. حضرتك نورتنا يا فندم. العقوبات إيه اللي ممكن تبقى تنتظر المخالف اللي ممكن ما يهتمش بقواعد الملصق أنه هو يشيلها أو ما يروحش يركبه أصلا يا فندم؟ أولا في البداية عايزين نوضح للسادة المشاهدين ما هو الملصق الإلكتروني. تفضل. الملصق الإلكتروني هو عبارة عن شريط أبيض لاصق توجد به شريحة إلكترونية توجد بها داتا السيارة، فيها بيانات السيارة، رقم اللوحة المعدنية، ملك السيارة، لون السيارة، سنة الصنع، رقم الشاسيه، رقم الموتور، تاريخ الفحص، بداية الترخيص ونهاية الترخيص. أيضا بيانات مالك السيارة بالنسبة اسم مالك السيارة الرباعي مهنته، كذلك بالنسبة لعنوانه ورقم تليفونه المحمول والاسم اسمه وجد. الغرض من الملصق الإلكتروني هو تحقيق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لقطاع المرور بغرض تسهيل وتسهيل الحركة المرورية
وتحقيق المساواة والعدل بين السادة المواطنين بالنسبة للمخالفات. المنسق الإلكتروني بيقدر يحدد أحجام السيارات الموجودة في الشارع المصري وأنواعها ومدى الكثافات الموجودة في الشارع المصري، حتى يمكن اتخاذ اللازم عن طريق غرفة عمليات المرور لإرسال خدمات مرورية مكثفة بالإضافة لوحدات الإنشاء السريع والمساعدات الفنية. المنسق الإلكتروني يساعد المواطن على تحديد الاتجاهات أثناء السير في حالة وجود غلط جزئي أو غلط وقودي أو مناطق أعمال أو تحويلها مرورية أو قدر الحياة الأرضي، فهو بيوجهه للطرق البديلة. المنسق الإلكتروني يساعد على ضبط كافة السيارات المطلوبة جنائيا وأمنيا والمتهربة من الجمال. المنسق الإلكتروني بيمنع سرقة السيارات حالة سرقة السيارات بيتم ضبطها عن طريق المتابعة عن طريق المنسق الإلكتروني وضبطها في أقرب وقت. يقام اللص بنزع المنسق الإلكتروني عن طريق كوبي الموجود بالزجاج، يمكن ضبط السيارة أيضا. في حالة كسر زجاج السيارة اللي يوجد فيه المنسق الإلكتروني بيجي ألارم على غرفة عمليات المرور لأن السيارة تم التعدي عليها، وبيتم إرسال أقرب وحدة مرورية أو كذلك سيارة جوية أمنية أو سيارة إغاثة فورية أو درجة مقرية لموقع الحدث حتى يمكن ضبط السيارة قبل الهبوط. المنسق الإلكتروني وزارة الداخلية إدت مهلة لتركيبه أكثر من مرة، بالإضافة أنه يمكن تركيب المنسق الإلكتروني عن طريق الحجاب في القيمة المادية له عن طريق النت عن طريق بوابة مرور مصر، حتى يمكن لمالك السيارة استلام المنسق الإلكتروني من الشباك المخصص لتركيب المنسق الإلكتروني. آخر موعد لتركيب المنسق الإلكتروني كان اليوم 18 سبتمبر، ودي آخر مهلة لديها وزارة الداخلية اعتبارا من الساعة 8 مساء ابتدت الحملات تنتشر في كافة محافظات مصر وعلى طول السريع ضبط كافة أنواع السيارات التي لها تقوم بتركيب المنسق الإلكتروني. عقوبة عدم تركيب المنسق الإلكتروني تعديل رخصة السيارة بحد أدنى شهر وحتى أكثر 3 أشهر وغرامة مالية بحد أدنى 300 في حالة إزالة الملصق؟ في حالة عدم تركيب الملصق. لو في حالة الإزالة؟ في حالة عدم تركيب الملصق أو إزالته أو إخفائه أو إتلافه أو نقله من سيارة إلى سيارة أخرى هي نفس العقوبة. بيتم تعليق رخصة السيارة، يعني وقف رخصة السيارة بحد أدنى شهر وحد أكثر 3 أشهر، وكذلك غرامة مالية على مالك السيارة بحد أدنى 300 جنيه وحد أكثر 1500 جنيه، والحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كما يرى السيد القاضي حسب قيمة المخالفة اللي ارتكبها المواطن. لذلك احنا بننبه مسددا على جميع السيارات ومالكيها بسرعه تركيب المنسق الالكتروني. ووحدات المرور كانت تعمل من الساعه 8 صباحا ل 8 مساء لتركيب المنسق الالكتروني، بالاضافه الى من الساعه 5 مساء حتى الساعه 8 مساء يوميا لتركيب المنسق الالكتروني فقط وتغيير اللوحات المعدنيه البيضاء باللوحات الالمانيه. بشكرك جدا سياده اللواء احمد هشام الخبير المروري، وعايزه اقول لحضراتكم فكره ان انا ما اعملش حاجه فيها امني او اماني او ان انا اتبع القانون ما بفهمهاش قوي وما بفهمش المخالف بيعملها ليه. يعني فكره دي قواعد، دي حاجه بتحميني، بتحمي عربيتي لو اتسرقت مني، بتحميني لو عملت حادثه في اي وقت، ببقى معروف انا متواجد فين في المكان الفلاني من الرادارات الالكترونيه الموجوده اللي بترصدني. فكره ان انا ما اتبعش القانون انا ما بفهمهاش قوي من بعض الاشخاص. فكره ان انا احترم القانون وقواعده دي بتاعه الناس اللي عندهم سواء نفسي. يعني خليني أخذ مع حضراتكم أخيراً وهو مقال صاحب النيافة الأنبا أرميا الحبر الجليل صاحب النيافة، وهو المقال موجود في المصري اليوم بيكون كل يوم 4. الزاهد المعلم هو مقال لصاحب النيافة موجود اليوم، وبدأ نيافته بأهني أقباط مصر والعالم بعيد النيروز والذي نحتفل به منذ أيام قليلة. وعيد النيروز هو عيد رأس السنة القبطية المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالشهداء الذين قدموا حياتهم ثمناً لإيمانهم العظيم، فقد مرت بالمسيحية وخاصة في مصر عصور استشهاد منذ عصر الدولة الرومانية وعهد الإمبراطور نيرون، وازداد الاستشهاد بشدة من مع الإمبراطورين دقلديانوس وميكسيانوس. وعيد النيروز القبطي يختلف عن عيد النيروز الذي يحتفل به الفرس مع بدء الربيع. كل عام وجميعكم بخير وسلام، ونتضرع إلى الرب أن يحفظ بلادنا مصر من كل شر ويرفع عن العالم الألم والوباء. يتحدث صاحب النيافة في هذا المقال عن استكمالة لمقال سابق عن البابا كيرلس الثاني، واللي بياخد رحلته إلى وقت نياحته لتنيح في
البابا كيرلس الثاني عام 1092 بعد أن قضى قرابة 14 عاما وبضعة أشهر على السدة المرقصية، ودفن بكنيسة الملاك ميخائيل بجزيرة مصر، ثم نقل جسده إلى دير القديس مقاريوس بوادي النطرون، ثم خلفه البابا ميخائيل الثاني. والحديث في مصر الحلوة لا ينتهي. الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أدعوكم إلى قراءة المقال على صفحة صاحب النيافة الأنبا أرميا وعلى صفحة المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي. مقال يستحق القراءة عن الزاهد المعلم، ودائما في هذه المقالات ستجدوا فيها رسائل مهمة جدا، ستجدوا فيها أمثلة للتعلم منها، لأن التاريخ بيعيد نفسه دايما ومفيش تاريخ بيموت أبدا. فهذه الشخصيات وأبائنا وأساقفتنا العظماء اللي بيتكلم عنهم بابواتنا اللي بيتكلم عنهم نيافة الأنبا أرميا بقالوا فترة في سلسلة من المقالات تستحق القراءة عنهم، لأن ده تاريخ الكنيسة، التاريخ اللي احنا لازم كلنا نكون عارفينه. المقال بعنوان الزاهد المعلم. ودي كانت فقرتنا الإخبارية، وسننتقل في فقرتنا الحوارية في بعد الفاصل عن الانتقادات اللي بتوجه لمصر في منطقة حقوق الإنسان واللي بتسيس للضغط على مصر في مسائل كتيرة. خليكم معنا فاصل وهنرجع نتكلم كتير قوي عن حقوقنا إحنا قبل ما نتكلم عن حقوق العالم اللي عايزينها من مصر. تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 6962 قضية تمونية متنوعة، وضبط 1400 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 8610 أرجيلة، إضافة إلى غلق 4590 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 62180 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 7964 قضية تمونية متنوعة، من بينها 162 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء، وضبط 18 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 361600 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 7784 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 1519 طن و900 كيلوغرام سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 228502 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 39841 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم رفع 294 سيارة و28 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 831 قضية ومخالفة، أبرزها حياثة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات الشركات السياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 79578 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد،
بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 63,367,742 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 371 قضية، من بينها 263 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات، ضبط خلالها عدد من الريسيفرات وأجهزة الحاسب الآلية ووحدات معالجة مركزية وأجهزة صوت، وكذا 108 قضية في مجال جرائم المطبوعات بإجمالي 106,310 كتب دراسية خارجية، جميعها مقلدة ومنسوخة وبدون فواتير شراء من أصحاب الحقوق المادية والأدبية. وفي مجال قضايا الأموال العامة، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 27 قضية في مجال مكافحة جرائم الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 136,235,816 جنيه مصري. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي، تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2,603 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 11,433,385,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجاري فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة. كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 7,834,924 جنيها.